في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تواصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق نهائي مع نظيره ريال بيتيس من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تبعا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، حسم نادي برشلونة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع الظهير الإسباني البالغ من العمر 22 عاما والذي تعود أصوله إلى الدومينيكان. وأضافت الصحيفة الكتالونية أن تعاقد فيربو مع برشلونة سيمتد لخمسة سنوات مقبلة، وأكملت أن بيتيس طلب 25 مليون يورو لإتمام الصفقة، إلا أن برشلونة تحرك في الساعات الأخيرة لتقليل المبلغ. ومن المنتظر أن يجري فيربو الكشف الطبي في برشلونة اليوم السبت على أن يتم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة خلال الساعات التالية في حال تجاوزه الكشف الطبي بنجاح.